مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العربي الرياضي. نبدأها كالعادة بالعناوين. نادي القوة الجوية العراقي على موعد مع التاريخ في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي غدا. عقوبات أولية بحق نادي اتحاد طنجة بعد أعمال شغب دامية في نصف نهائي كأس العرش المغربي. وزهر الخشخاش تخلق أزمة بين الفيفا والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. أيضا في حلقة الليلة من العرب الرياضي، الزميل ميشيل سعد سيأخذنا في جولة مع آخر الأخبار الرياضية. لكن في البداية يسعدنا يكون معنا في الاستوديو الكابتن حمزة سرار، المدرب في أكاديمية نادي الشراطن أتلتيك. كابتن حمزة أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك عدوان، مساء الخير ومساء الخير لكل متابعي العربي الرياضي. أهلا وسهلا كابتن، مشرفنا كالعادة. شرفتني. يخوض نادي القوية الجوية مساء الغد واحدة من أهم المباريات في تاريخه عندما يواجه نادي بنغالورو الهندي في نصف نهائي أو في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في العاصمة القطرية الدوحة. المزيد عن نهائي الغد التاريخي وحظوظ القوة الجوية في التقرير التالي. القوة الجوية على موعد مع كتابة مجد جديد لكرة القدم العراقية. فريق الصقور يحمل على عاتقه آمال كل العربي والعراقيين عندما يلاقي يوم غد نادي بنغالورو الهندي في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي. وعلى ملعب إسحاقين بن حمد بنادي قطر يخوض القوة الجوية موقعة الغد مسلحا بالعزيمة والإرادة ومستلهما من سجل مواجهة مميز للفرق العراقية أمام الفرق الهندية، حيث لم تخسر إلا مرة واحدة في تاريخ المواجهات السابقة. هذه المرة الأولى نادي القوة الجوية يصل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، ومسؤوليتنا أكبر أمام الجماهير العراقية، لأنه لم يحقق أي نادي لقب كأس الاتحاد الآسيوي للكرة العراقية. يمكن نادي صعد مرتين لكن لم يوفق في تحقيق لقب كأس الاتحاد الآسيوي. طريق العريق خلال البطولة الآسيوية لم يكن مفروشا بالورود. القوة الجوية العراقية تصدر مجموعته بامتياز بخمس انتصارات وخسارة واحدة قبل أن يتجاوز عقبة ناديي الوحدات الأردني والجيش السوري في الأدوار الإقصائية، ويطيح أخيرا بشقيقه العهد اللبناني في نصف النهائي ويبلغ المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه. وإن شاء الله نرجع بهذه البطولة. تعرف هذه البطولة جزء يمكن مو أول مرة يصعد فريق عراقي، هاي يمكن ثالث مرة إن شاء الله، أربيل مرتين وما توفقوا، بس إن شاء الله إحنا هالمرة إن شاء الله عازمين عن درع الدوري، درع البطولة. وحقيقة يعني نادي القوة الجوية مثال استعداد جيد وفريق كامل ما عدا بشار وسامان يعني الحرمان. القوة الجوية يعمل بأن يهدي كرة القدم العراقية أول ألقابها في البطولة الآسيوية ويكسر النحس الذي صاحب منافسه المحلي نادي أربيل لتحقيق اللقب في مناسبتين سابقتين. كابتن حمزة، يعني مباراة مهمة جدا لنادي القوة الجوية العراقي، ليس فقط لأنها نهائي ويعني سوف يفوز باللقب، لكن سيكون أول فريق عراقي يفوز باللقب، وأيضا يعني بعد المشوار الطويل في البطولة أن تصل هذه المرحلة وألا تتوج يعني يكون بالتأكيد يعني صدمة للاعبين. أكيد هو يريد أن يعني يشرف الكرة العراقية ويكون يدخل التاريخ من 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 الباب الواسع، فهي فرصة سانحة له أن يعمل يعني شيء مثل هذا يحسب له في التاريخ. وسيقابل فريق هندي لا أظن أن يعني حتى الفريق الهندي لا أظنه بقوة الفريق العراقي من ناحية الهجومية، لأننا شفت بعض اللقطات ضد العهد اللبناني في نصف النهائي فريق القوة الجوية كان يعني من ناحية الهجومية منظم جدا وعنده يعني لاعبين مميزين في الهجوم، ولكن يجب أن يحرص يعني في من ناحية الدفاعية أن يكون يعني يأخذ هذا بعين الاعتبار، لأنه يعني الأهداف التي تلقاها كانت هشاشة دفاعية. نعم. نوعا ما. لكن أيضا كابتن حمزة يعني يجب عدم الاستهانة بالخصم الهندي، يعني حتى المدرب باسم قاسم حذر من هذا الأمر، قال صحيح أن تاريخ الأندية العراقية جيدة من الفرق الهندية، ويعني ربما على ورق القوة الجوية هو الأفضل، لكن يجب عدم الاستهانة. الاستهانة بالخصم كما يلقبه سير أليكس فيرغسون هو يعني المرض المزمن في كرة القدم، مستحيل أنك تستهين بالخصم، خاصة وأنه في نصف النهائي فاز على الفريق الماليزي وهو حامل اللقب. نعم. فهذا يعطيه يعني دفع معنوي، لأن عندما تطيح بالحامل اللقب أو البطل تحس كأنك أنت البطل، يعني سيأتي هذه المباراة في ثوب البطل، ولكن
الفريق العراقي يعني ستكون له مساندة من الجماهير العربية في قطر. يعني هذه إضافة جيدة يعني أنها تلعب في الدوحة في قطر بالتأكيد في دولة عربية يعني. وبالتأكيد يعني الجالية العراقية وأيضا العربية سوف تساند القوة الجوية. لكن هناك بعض الغيابات في صفوف القوة الجوية العراقية. يعني هناك لاعبان يغيب بسبب الإيقاف يعني بشار رسن صنع العاب وأيضا المدافع سمال سعيد. عندما يعني توصل للنهائي مثل هذا يعني الغيابات تاع اللاعبين تكون مؤثرة نوعا ما، لأنه يعني خاصة وأنهم كانوا حاضرين في كل مباريات حتى للنصف النهائي. الآن يعني لا يكون في النهائي، ولكن أظن أن يعني المدير الفني سيكون يعني فيه لاعبين محفزين يلعبون وسيكون يعني نفس النتيجة إن شاء الله. هل بإمكان القوة الجوية تحقيق اللقب؟ نتمنى ذلك وممكن جدا يعني المباراة النهائية لا تلعب ولكن تفوز بها. نعم. يعني الأداء لا يهم أكثر من الفوز باللقب وأخذ الكأس يعني الدخول إلى التاريخ من الباب الواسع. نتمنى ذلك، يعني نتمنى أن يكون القوة الجوية أول فريق عراقي يحقق لقب البطولة. الآن مشاهدين إلى جولة في أهم الأخبار الرياضية مع الزميل ميشيل سعد. يتطلع مانشستر سيتي للحفاظ على صدارة البريمير ليج عندما يواجه غدا ضيفه ميدلزبرا ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي. ويدخل السيتي لقاء الغد بمعنوية عالية بعد فوزه على برشلونة 3-2 في دوري الأبطال. وفي أبرز مباريات الغد يلقي تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع نادي إيفرتون الذي يتواجد في المركز السادس على ملعب ستامفورد بريدج. وإلى إسبانيا حيث يسعى أتلتيكو مدريد إلى الانقضاض على صدارة الليغا بشكل مؤقت عندما يحل ضيفا على ريال سوسيداد غدا ضمن المرحلة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويمتلك أتلتيكو الذي يحتل المركز الثالث سجلا جيدا أمام مضيفه إذ لم يخسر سوى مرتين في آخر 10 مواجهات جمعت الفريقين. هذا ويفتقد الروخي بلانكوس خدمات المدافع الصربي سافيتش بداعي الإيقاف. عين نادي شنغهاي اي بي جي الصيني البرتغالي اندري فيلاش بواش مدربا جديدا للفريق خلف السويدي سفين غوران إريكسون. ومن المتوقع ان يتقاضى بواش راتبا خياليا يصل الى 11 مليون جنيه استرليني في العام الواحد مع الفريق الصيني الذي انهى الموسم الماضي في المركز الثالث. عربيا انتزع نادي الأهلي صدارة الدوري المصري لكرة القدم بعد تغلبه على نادي طنطا بهدف نظيف ضمن المرحلة الثامنة من البطولة. وفي بقية نتائج اليوم تعادل بتروجيت مع طلائع الجيش بينما فاز الإسماعيلي على إنبي بهدفين لهدف واحد. تغلب ميلوكي باكس على أنديانا بيسرز بفارق 18 نقطة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. ويدين الضيوف بهذا الانتصار إلى الثنائي باركر وأنتيت أوكومبو اللذان أحرزا 27 نقطة ليحقق بذلك ميلوكي انتصاره الثالث هذا الموسم في دوري الـ NBA. نهاية جولة الرياضية، عودة إليك عدوان. شكرا لك ميشيل. كابتن حمزة، يعني خبر اختيار رياض محرز في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا. يعني نعرف أن الجائزة انفصلت الآن فرانس فوتبول المجلة عن الفيفا، وهو اختير أيضا في جائزة المجلة. أمر جميل، أمر ممتاز، فخر لنا كجزائريين كعرب بصفة عامة. يعني محرز تختاره الفيفا لأنه اختاره، هو أحسن تتويج وأحسن اختيار لما يكون من عند المدربين وقائدين الفرق ليس من عند الصحفيين. يعني مع كل احتراماتي للصحفيين الرياضيين، إلا أن يعني لما زملائك يختاروك كما هو يعني في البريمير ليج لما يختاروك كأحسن لاعب وقائد الفريق والمدربين يعطيك فخر أكثر لأنه مختصين أكثر في عالم كرة. لكن يقولوا أن الحيادية يعني أكثر عندما الصحفيين هم من يختاروا ليس زملائك في المنتخب أو يعني اللاعبين. مش بس يعني هم مو زملائك في المنتخب، هم زملائك نعم. في المهنة يعني في الحرفة، ولكن لما يكون الأمر مثل هذا يودون أن يختارون اللاعب اللي يعني يلعبوا معه في فوق أرضية الميدان وربما هم أقرب لأن يروا المهارة نعم. اللي يقوم بها رياض محرز. كل التوفيق لرياض محرز إن شاء الله. بالتأكيد. بعد الفاصل في العرب الرياضي. عقوبات أولية بحق نادي اتحاد طنجة بعد أعمال شغب دامية في نصف نهائي كأس العرش المغربي.
أهلا بكم من جديد. عاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد المغربي لكرة القدم نادي اتحاد طنجة بخوض 3 مباريات دون جمهور بعد أحداث العنف والشغب الدامية التي عقبت إقصاء اتحاد طنجة من كأس العرش المغربي، عقوبة متوقع أنها أولية قبل الإعلان عن نتيجة التحقيقات النهائية. لنتابع. لم تكن ليلة الأربعاء الماضي عادية لسكان مدينة طنجة المغربية، أحداث دامية وتراشق بالحجارة ووقوع جرحى داخل ملعب طنجة الدولي مباشرة بعد نهاية مباراة نصف نهائي كأس العرش المغربي. جماهير اتحاد طنجة لم تستوعب خروج فريقها على يد المغرب الفاسي الذي ينشط بدور الدرجة الثانية، فقامت بتحطيم المقاعد ورشقت بها الحكم واللاعبين وجمهور المغرب الفاسي الذي أرغم على اقتحام أرضية الميدان خوفا على سلامته. من سنوات الآن والسلطات المحلية يعني وجميع المتداخلين يعملون على إيقاف الشغب بطريقة اعتماد على المقاربة الأمنية فقط، يعني يجب في نظري الشخصية يعني يجب الآن إقحام هذه المجموعات اللي يسمى الألترات، جمعية المحبين، جمعية الأنصار، يعني في واحد القالب اللي يمكن يخرجوا به بشي حل. حادثة ملعب طنجة أسفرت عن توقيف 23 شخصاً، كما خلفت أضراراً مادية قدرت ب 12 سيارة خاصة جراء رشقها بالحجارة، فضلاً عن إصابة 8 عناصر من القوات العمومية بإصابات متفاوتة الخطورة. أعمال الشغب لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت الأمور في بعض شوارع المدينة التي تحولت إلى ساحات حرب إثر نشوب مواجهات بين مشجعين وقوات الأمن. إعادة النظر في الشغب، ويجب إعطاء دور المجتمع المدني في هذا المجال من أجل تأطير هذا الشباب ومن أجل اقتراح حلول بديلة لهذا الشغب. المشكل هنا كاين أطراف اللي في الواقع لا صلة لهم بالرياضة وكيدخلوا للملاعب وكيعتوا فسادا لا من أجل شيء وإنما باش يختشوا الوجه ديال المغرب. ظاهرة شغب الملاعب في المغرب تتفاقم وسط عجز المسؤولين عن إيجاد أي حلول جذرية تقضي على هذه الظاهرة التي حولت ملاعب كرة القدم المغربية إلى أوكار للمشاغبين ومثيري الشغب. مشاهد مؤسفة بالتأكيد. يعني كابتن حمزة، كم مرة جلسنا هنا وتحدثنا عن ظاهرة العنف والشغب في الملاعب العربية وبالأخص في المغرب؟ يعني هذه ليست المرة الأولى. والله يعني صور حزينة جدا أن تشوف صور مثل هذه، ولكن أنا أتنبأ أن تكون صور دائما مثل هذه لأن المشكل لم يعالج، ويعني المشكل هذا يعالج فيه طرق لمعالجة هذه المشكلة ولكن لا يحدث. يعني ما هي يعني هذه بين الطرق حمزة؟ يعني الطريقة السريعة جدا يعني والفورية هي أنك أنت لأن ليس كل الجمهور هو يعمل الشغب، فيها عينة من الجمهور وحتى في العينة من الجمهور في أفراد. نعم. يجب أن تقصيها نهائيا من دخول الملعب هذه الأفراد حتى لا يكون فيها يعني تؤثر على الجمهور. هذه يعني حل فوري ولكن حل على المدى الطويل. وهذا ما حدث تقريبا، يعني بعض الروابط منعت من دخول الملاعب وعلى إثرها يعني بعض الجماهير رفضت أن تذهب للملاعب وكانت الملاعب خاوية. ولكن يجب أن تكمل في هذا احنا يعني المشكلة ربما في المغرب العربي أن نبدأ قانون أو نبدأ نأخذ إجراءات ولكن لا نكمل بها، يعني نأخذها يوم أو يوم يعني أسبوع أو أسبوعين ثم أوكي يعني الكل يرجع إلى الملعب. لا، يجب أن تكون صرامة في اتخاذ القرارات، ولكن على المدى الطويل يجب أن يعني هذا امتداد لما يعيشه المجتمع المغربي يعني من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. يجب تربية وتوعية هؤلاء الشباب. أنا أظن وزارة الرياضة وزارة الشباب لأنه ليس مشكل رياضي فقط. نعم. هو اجتماعي اقتصادي ثقافي. يجب كل الوزارات الثقافي أمني كل الوزارات يعني تعين لجنة من كل الوزارات يعني تقعد على دائرة مستديرة وتأتي بحلول على مدى طويل كيف تربية هذا يعني الجيل القادم حتى على في المدارس، يعني في المدارس الابتدائية التربية الرياضية هي مادة التربية الرياضية، تربية هؤلاء الجيل هذا الجيل القادم يعني يتعلم الرياضة أنها فوز وخسارة. على سبيل المثال احنا في إنجلترا في الأكاديميات لكرة القدم أقل من 16 سنة وما أقل يلعبون فقط، يعني نعم. يعني لا يوجد فائز ومنهزم، المنافسة ليست يعني على ليست منافسة، فهي يعني لعب مرح. حتى أرسنال توتنهام
يعني بينهما تاريخ كبير ومصارعات، إلا أن يعني في الفئات الصغرى لعب فقط، حتى يعني تزرع في الجيل هذا أنها رياضة فقط وليس يعني نتمنى يعني أن تنتهي هذه الظاهرة في المغرب وفي الملاعب العربية بشكل عام. أخيرا إلى إنجلترا وبوادر أزمة باتت تلوح بالأفق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم من جهة والاتحادين الإنجليزي والأسكتلندي من جهة أخرى، والسبب هو زهرة الخشخاش. المزيد عن القضية في التقرير التالي. زهرة الخشخاش تعد رمزا منذ عشرينيات القرن الماضي للشعب البريطاني الذي يتذكر ويخلد من خلالها قتل الحروب التي شاركت فيها جيوش المملكة المتحدة عبر التاريخ في شهر نوفمبر تشرين الثاني من كل عام. هذه المرة يبدو أن تلك الزهرة على وشك إشعال بوادر أزمة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من جهة والاتحادين الإنجليزي والإسكتلندي من جهة أخرى قبل مواجهة المنتخبين في تصفية كأس العالم الأسبوع القادم. والسبب هو قوانين الفيفا التي تمنع ارتداء أي شعار سياسي ديني أو تجاري على قمصان المنتخبات التي ترعاها. سأتفاجأ إن فرضوا علينا العقوبات، نحن متأكدون من صحة موقفنا القانوني وسنترك الأمر للفيفا، ولكن لن ننتزع الشارة السوداء التي ستشمل زهرة الخشخاش. على الرغم من إصرار الفيفا إلا أن الاتحادين البريطانيين رفضا النزول عند القرار واقترحا تعليق زهرة الخشخاش على شارات سوداء في قمصان المنتخبين في مباراة تصفية مونديال روسيا القادمة، إلا أن الفيفا أصرت على القرار بحجب الشعار تماما ومنعه من الظهور، فما كان من بريطانيا إلا قبول العقوبات والإيثار على تخليد الذكرى. موقف الفيفا يثير غضبنا بشدة، لاعبو المنتخب يريدون إظهار حبهم للأرواح التي بذلت في سبيلنا ومن أجلنا، ولا أرى أي خطأ في هذا. رسالة اليوم واضحة للفيفا، نريد أن يرتدي لاعبينا الشارات السوداء. أعتقد أن هذه الشارة جزء من التراث الإنجليزي الذي أحب وأقدر. اللاعبون يريدون إظهار تقديرهم للأرواح التي بذلت من أجلهم، ولا أرى أن من واجب الفيفا التدخل في هذا الأمر. جدير بالذكر أن الفيفا على وشك معاقبة الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم بعد وضع الأخير شعارا على قميص المنتخب في مواجهته الودية أمام سويسرا شهر مارس آذار الماضي، شعار الهدف منه كان تخليد ذكرى ضحاياه خلال الثورة الإيرلندية على الحكم الإنجليزي بداية القرن الماضي. كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ففي حين ترى الفيفا أن زهرة الخشخاش هي شعار سياسي، يرى الإنجليز والإسكتلنديون أن الزهرة هي حافز للفوز ورسالة تقدير لأرواح ضحايا الحروب. كابتن حمزة، يعني فلندخل في الموضوع مباشرة، يعني بداية نحن نعرف أن قوانين الفيفا تمنع وجود شعارات دينية سياسية وتجارية أيضا، هل الفيفا تبالغ في موضوع زهرة الخشخاش أم أن القانون هو القانون؟ لا أظن أنها تبالغ، لأن اللائحة الرابعة واضحة، يعني القانون هو القانون، وهي الآن الفيفا كأنها تكيل بمكيالين، خاصة أن يعني المنتخب إيرلندا ارتدى قميص في المباراة الأخيرة ضد سويسرا، يعني من 1916 إلى 2016، وكأنهم يعني يفتخرون بمرور 100 سنة على الانتفاضة الإيرلندية ضد يعني بريطانيا. فيجب أن يكون الكيل بمكيالين. هنا نتكلم على شيء سياسي، على ثورة كانت يعني جرت في السابق، وهذه الوردة الخشخاش يعني تترحم على أرواح هؤلاء. فيعني أنا لا أرى، إحنا في البلدان العربية ممنوع أننا يعني تكون فيه قمصان فيها أي شعارات سياسية كما فعل يعني الكابتن محمد بوتريكا عندما رفع بوتريكا، وحتى كانوتي في كأس إفريقيا لما غزة يعني كانت فيه عقوبات مالية كثيرة، فيجب أن تكون فيه عقوبات للاتحاد الفيفا الإنجليزي. قالت أنه سيكون هناك عقوبات على المنتخب الإنجليزي وأيضا الإسكتلندي في حال ارتدوا يعني شعار هذه الزهرة، يعني الاتحاد الإنجليزي لا يبالي إن كان هناك عقوبات أو ويضربها عرض الحائط، لأن يعني البرلمان الإنجليزي حتى يعني دخلت في البرلمان الإنجليزي، فيعني عندهم عزة نفس وعزة تراثهم، ولن تؤثر على الاتحاد الإنجليزي أنه يبعث أن يدفع مبلغ مالي يعني كذا كضريبة يعني. فهذا يعني أمر أنا أظن
لو الفيفا يعني تكيل بمكيالين في حاله مثل هذه سينقص نوعا ما، يعني هي دي في مشاكل. هو الخوف من هو يعني خوف الفيفا انهم ان سمحوا للانجليز بارتداء شعار هذه الزهرة معناته يعني سوف يسمحوا لمنتخبات أخرى ولفرق أخرى بفعل نفس الشيء في مواضيع أخرى. بالضبط، وكأنك تلغي يعني اللائحة الرابعة، وإذا لغيت اللائحة الرابعة ستلغي لائحة خمسة ولائحة نعم. ستة، فيصبح يعني هذا الفيفا يعني ليس لديها معنى، وهذا يعني أمر لا يستطيع أن يحدث في كرة القدم. سوف نرى ما الذي سوف يجري. كابتن حمزة في النهاية شكرا جزيلا على وجودك معنا. شرف لي يا عدوان أن أكون معكم، وشكرا على الاستضافة. ونحن أسعد. شكرا لك كابتن. وشكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.